vaghe, sin, e vedremo lì, e vedremo all'interno del vostro, invece vedremo lì, prendo, avanti, fai con te. Verrà adattato nel secondo. Di Vermet, Vehme, di Temporary, Motta, no Motta. Ti ha anche la hard disk, motor di scelta, keyboard, printer, hai il peripheral stimato. Non mi tacca di sbaglio. E ti fai la memory, qua anni. Input output. وعندي السي في النص اللي اتفقنا هي ايه؟ جزئين. معايا الحته دي اللي احنا قلنا ساعتها اريثماتيك بروجيك يونت والكنترول. تمام كده؟ وكونكتد مع بعض. احنا دلوقتي الانترنال بتاعنا ادي السي في الميموري وادي ده ميموري برضه ديسك ادي اكسترنال ميموري وخد دول ايه؟ بريفرنس اللي هي الخيبوبيا. عندنا بربط ما بينهم وبين بعض عن طريق ايه؟ شوية باصص. الادرس باص، الكنترول باص، والداتا باص. والداتا باص. الداتا باص طبعا واخدة ايه؟ رايح جاي. تمام كده؟ الكنترول باص اتجاه واحد ما هو بيكنترول الموضوع نفسه ماشي ازاي. الادرس باص اتفقنا هو بيحدد لي الادرس بتاع الداتا رايحة لفين أو جاية منين. تمام كده؟ يبقى دلوقتي الداتا المبعوثة سواء أي اتجاه داتا بص الأدرس بتاعها أدرس بص دول أهم حاجتين الأدرس والداتا بص عندي الأدرس بيروح فين؟ في البروجرام كاونتر ده كده شكل السي بي يو من جوه أريثماتيك لوجيك يونت شوية فلاجز شوية فلاجز دي طبعا بيبقى إيه حاجة صغننة كده اللي هو بيت واحدة يعني تمام؟ وده بص انترنال داخلي ده اللي بيعمل الانستراكشن للديكودر والتايمنج والكنترول والقصص دي كلها ده انت عندك الانستراكشن مسجل عندك اتفقنا ان هو اوريجنال كود الكود ده مين بيفسره لي؟ بروسيسور لا بروسيسور ففي عندي حاجه اسمها انستراكشن ديكودر تايمنج اند كنترول والاي ار والبي سي اللي هو البروجرام كاونتر ده اللي ايه؟ الانستراكشن ريجستر وفي عندي داتا باس وفي عندي شويه ريجسترز، الريجسترز دي اللي هي ايه بقى؟ الريجسترز دي هي ميموري برضه هو لوكيشن جوه بس جوه مين؟ جوه البروسيسور دي اسرع ميموري موجوده في الجهاز لانها وزن البروسيسور ما بيلحقش يعني السرعة عايز حاجة دي أسرع حاجة عارف الكلام ده أنت لازق فيه على طول ماشي الريجستر ده بيبقى على حسب أنت شغال إيه يعني السرعة ده شغال إيه هل هو شغال 8 بت يبقى الريجستر ده اللوكيشن بتاعه أو اللينس بتاعه 8 بت كده دي نود الجزء الأولاني دي واحد دي اثنين دي ثلاثة دي أربعة دي خمسة دي ستة دي سبعة يبقى ده الديجيت الموست سيجنيفيكانت بت وده الليست سيجنيفيكانت بت اللي هو كده ده اللينس بتاع الريجستر 8 بت ممكن يبقى 8 ممكن يبقى 16 32 64 على حسب تمام على حسب الاركتكشر بتاع مين؟ بتاع البروسيسور نفسه يعني في اي مثال او مساله او شغل احنا بنعمله لازم نحدد لك الايه؟ الريجسترز دي كام بت تمام؟ ده رقم واحد. ناخد شويه معلومات بقى كده الحاجات اللي بتقع فيها في الامتحانات. بص دي كده انا هنتكلم عليها بشويه ايه؟ ليزكس. مبدئيا الليبس بتاع البروجرام كاونتر بروجرام كاونتر عشان هيقولنا هو ليبس ليبس هو الداتا بس
لا مش البيتا بص، الادرس بص، وهو الادرس بص لينس. لما قلت لك البروجرام كاونتر ده 16 بت، يبقى الادرس بص ده كام بت؟ 16. خش خش كلام. طيب لو في قلت لك دلوقتي انا عندي الميموري كده الوايت بتاعها او الويتس بتاعها 1 بايت، والميموري دي مثلا 4 كيلو بايت، يعني الكيلو ده اللي هو ايه؟ 2 اس 10 2 اس 2 صح؟ اللي هي كده 2 اس ايه؟ 12. حلو. تقدر تقول لي بقى الميموري دي الهدف بتاعها من كام الى كام؟ اللي هيقولها ياخد بص. بس كل واحد فوق دلوقتي. 2 اس 48. الادرس من كده انا لو افترضت هنا هسألها لك. احنا دلوقتي دول 16 بت صح؟ 16 بت دي يعني كام كام هيكسا ديجيت؟ كام هيكسا ديجيت؟ 4. 4. حاجتين تاني بقى. اتكسر كده دلوقتي عايز بدايه الادرس ونهايه الادرس بتاع الميموري يعني الميموري. أول أدرس فيها كام وآخر أدرس فيها كام؟ من 0 ل 3 4096 هل حد عنده رأي تاني؟ ثانية أنا ما جاي فيلم فين قصة فين قصة 14 يا دكتور؟ لازم يبقى عندك ترتيب منطقي في تفكيرك. إيه هو الترتيب المنطقي؟ إحنا قلنا دلوقتي هي 4 كيلو صح؟ يعني 2 أس 10 في 2 أس 2 صح؟ يعني 2 أس 12 بطل غير معايا 2 أس 12 صح؟ 2 أس 12 دي معناها ايه؟ معناها كام بت؟ 12 صح؟ معناها ان انت عندك في الورد ايه؟ اللي هو 4 هي 4 هي 4 4 4 صح كده؟ يبقى انت عندك الهكسة من 0 لكام؟ لثلاثة لإف. من 0 لكام؟ لإف. من 0 لكام؟ لإف. أنت عندك كام ديجيت؟ 12 بعدين 4 8 12 يبقى أنت كده حط كام؟ 0 يبقى دي 0 إف 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 النهاية بتاعته 0 إف. والله أنا كنت دلوقتي دلوقتي اي ميموري اي ميموري بيبقى ليها ايه؟ ويتس ولينس. اللينس ده اسمه ادرس بس سبيس. ان انا بقدر اكسس قد ايه في الميموري. الادرس سبيس بتاعها ده اللي هو الطول بتاعها ده بيساوي ايه؟ 2 2 ايوه 2 اس كام بقى يا مصر؟ الادرس بيتس ده كده بيساوي مين؟ الادرس سبيس سبيس ايوه كده؟ يبقى انا الادرس سبيس هو انا عندي الادرس بتاعي ده الادرس بص ده كام بت؟ انا هنا قلت لك 12 سي مثلا دي سي انا عشان المثال بتاعنا ما هو ماشي كده دي 12 ماشي 12 بت سي المثال اللي انا قلت لك ده البروجرام كاونتر عندك 12 بت الادرس كام؟ 12 بت يبقى الادرس سبيس محتاج ميموري محتاج ميموري الادرس بتاعها كام؟ 12 يبقى محتاج كام؟ 4 كيلو
بايت لو الويتس ده وان بايت يعني دي عليها بورد ممكن يقول لك ايه انت الافر اللي انت عندك الويتس بالظبط يبقى ساعتها الميموري كام بقى؟ 8 يبقى ساعتها 2 اس 1 في 4 في 16 تبقى ايه؟ 8 كمان احنا بنقول ده مهم لازم لسه داخله كده كده هتجيب الكلام ده عشان ايه؟ بص دلوقتي طبعا ده شكل الاورجنايزيشن بتاع الكمبيوتر بروسيسور وميموري وشويه ايه؟ بريفرنس احنا اتفقنا الكمبيوتر عباره عن ايه؟ سي بي يو ايا كان بقى ايه سي بي يو كنترول يونت هم عباره عن سي بي يو وميموري وانبوت اوت ديفايسز حلو كده؟ والباصص ماشي بس احنا بنتكلم كشغل الاساسي دول الشكل السي بي يو من جوه اهو اللي عندك بص وعندك هنا الاي يو شويه فلاكس واحده اسمها الانستراكشن ديكودر اللي بترجم الهوب كود بتاعنا والتايمنج والكنترول والاي ار ريجستر والبروجرام كاونتر ريجستر وفي شويه ريجسترز تحت كده اللي هو اي وبي وسي ودي ايا كان حسب الريجسترز الموجوده جوه البروسيسور والريجسترز دي اتفقنا ان هي ايه بتبقى ليها لينس معين دي ميموري وزن اللي هي البروسيسور نفسه تمام وعندك الداتا بس اللي خارج من مين؟ من البروسيسور وعندك الادرس بس خارج من البروسيسور والكنترول بس بيطلع منهم يبقى انت عندك هنا 3 باصص ادي الداتا الهدرس الكنترول حلو كده الباص هو شويه وايرز شويه اسلاك شويه كونكتورز موصلات بتوصل ما بين شويه ديفايسز او انتيتيز او جهات مع بعض طيب لما اجي اقول لك اللينس بتاع الادرس باص قد ايه؟ الادرس باص هو مين؟ الجنس بتاعه هو البروجرام كاونتر. لما اجي اقول لك البروجرام كاونتر الادرس بتاعه او الجنس بتاعه لا مش الادرس الجنس بتاعه 12 بت. هو مين؟ الادرس بس 9 حروف. لا مش الادرس مش البروجرام كاونتر ده اللي بتحط فيه الادرس بتاع الحاجه الانستراكشن او ايا كان من رايح للميموري ولا جاي للميموري ولا الدنيا دي كلها صح؟ اه الادرس بتحط فين؟ البروجرام كاونتر. يبقى البروجرام كاونتر اللينس بتاعه هو ايه؟ هو اللينس بتاع الادرس بس تمام كده؟ طيب لو جيت قلت لك بقى انت عندك ميموري وعايز اعرف هي الادرس سبيس بتاعها قد ايه؟ الميموري في عندنا الطول ده كان بنسميه الادرس سبيس اللي هو من ادرس كام لادرس كام؟ يعني الميموري دي تقدر تشيل كام لوكيشن وورد جواها؟ عشان لما نيجي نقول دلوقتي عندي الميموري 4 كيلو بايت دي عباره عن ايه؟ 2 اس 2 في 2 اس 10 اللي هي 4 في الكيلو يبقى 2 اس 12 يعني 12 بت كيلو زي 10 يبقى دي كيلو بايت ده معناها 2 اس 10 معروف يبقى هي 1024 ايوه اه 2 اس 10 1024 ماشي يبقى 1024 بايت كيلو بايت اللي هي 2 اس 10 4 2 اس 2 يبقى عندي كام؟ 2 اس 12 يبقى انا هنا الادرس بتاعي ده كام؟ 12 الادرس 12 بت 12 بت يعني كام ديجيت هيكسا؟ 4 كل ديجيت مكون من 4 بت يبقى انا لما اجي كده اقول ايه؟ اجي الاولانيه الثانيه الثالثه الرابعه مش مستخدمه بالنسبه لي فتبقى زيرو طيب اقصى ادرس ممكن اوصل له كام؟ يعني عشان احس الميموري اقصى ادرس ممكن اوصل له كام؟ الديجيت الواحده من زيرو لاف صح؟ من زيرو لاف من زيرو لاف يبقى انا لو انا عندي 12 بت ادرس يبقى انا اقدر اكسس ميموري من ادرس كام لادرس كام؟ من 3 اصفار او 4 اصفار بقى ليه؟ صفر وثلاث افات
يعني ممكن نكتبها كده لو احنا شلنا ايه احنا ما نقصش الدنيا احنا من 3 اصفار لدرجه الثالث صح كده مش هبقى ديجيتال واحد من 0 ل اف والثاني من 0 ل اف من 0 ل اف يبقى ده اقصى لوكيشنز ممكن تبقى موجوده في الميموري اللي هي كام؟ ال 4 كيلو بايت يبقى انا هنا اول ادرس عندي كام؟ 3 اصفار هيكس اخر ادرس ممكن يبقى عندي كام؟ 3 الفات هيكس طيب الادرس سبيس عندنا كام؟ 2 اس الادرس بيتس حدد الادرس بيتس الادرس بيتس ده بجيبه منين؟ بروح كاونتر او داتا بس لا مش ده الادرس بس سوري الادرس بس بيتس حلو كده؟ حلو طب لو جيت قلت لك بقى السايز بتاع الميموري دي كام؟ السايز بتاع الميموري عباره عن الويتس في الادرس سبيس لو الويتس 1 بايت يبقى خلاص 1 يبقى 1 في 2 اس 12 يبقى 4 كيلو بايت طب الويتس ده مختلف بقى 2 بايت 3 بايت 4 بايت الرقم ده مضروب بمين؟ الادرس سبيس بس تاخد بالك من حاجه بقى 2 اس اس ايه؟ بص يا معلم بص بقى بص لو جيت قلت لك الويتس ده 2 بايت بايت وبايت يبقى 2 اس 1 معايا؟ طب الهاتنس ده 4 بايت 4 يبقى 2 اس 2 يبقى الرقم ده اللي بيتضرب في مين؟ في الادرس سبيس ايوه كل دي كل سنه في الامتحانات كنت بتقول لي انا شرحت ده كله في اسئله الامتحانات وخاصه في الامتحانات السؤال بيجي ازاي بقى؟ هنجيب ال هو مش حاصل احنا بقى مش جاي انت فهمت بس عايز مصطفى لا ولا مصطفى فهمت ولا لا؟ فهمت بس الاول ولا لا؟ قول لي حته اتفهمت؟ انا حته النهارده النهارده دي حلو محتاج تركيز تبقى مش حلو مش هنقعد نعيد كل شويه فيها بقى خلاص عشان نكمل بقى المحاضره ها فهمتها بس الاول يعني بس واحد واثنين بس اثنين خفرت ان انا قلت لك ان الويتس بتاع الميموري هو باي يبقى ترى الهرس بس اللي هو 2 و 16 ده كام؟ 1 يبقى هذا البريسايز كام؟ 2 و 16 اللي هو 4 كيلو بايت طب افرض ان الويتس بتاعها دي ما كانش الوورد نفسها مش 8 البايت ده اللي هو 8 ها ضرب الحته دي بايت 8 8 ايه؟ جميل 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 قلت لك بقى انت عندك الويتس 16 بت معناها ايه؟ 4 بايت 16 بت 16 بت 2 بايت 2 بايت 8 و 8 ايوه انا جبتها بكل صوت في 8 ايوه جيت قلت لك 32 يبقوا كام؟ 4 يبقى 2 اس 2 يبقى اس 2 وصلت؟ حد عنده سؤال في الكلام ده؟ امال ايه تضرب في النص؟ دي ادرس سبيس ماشي انت بقى اطلع ايه؟ لو اضرب فيها الويتس في الويتس بتاعت انا اعرف ان اللي هي بتاعت الادرس سبيس دي هي 2 اس 12 عارف ان هي 2 اس 12 لا تحسبها تحسبها حسب باي باي هو عندك كيلو باي يا اسالك بص 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 انتوا برضه عايزين توصلوني ان ابو الزيرو دي السؤال دي بالظبط يا ريت عايز يوصل بس ان انت عندك كمبيوتر ماشي ماشي البروجرام كاونتر بتاعه 16 بت يبقى ادرس هيصبر بس للاخر وجيت قلت لك ان انا عندي الاوب كود ماشي كام؟ 4 بت 4 خليها 8 احسن 8 حلو كده؟ يبقى انا كده من اول كلمه الوورد عندي كام بت؟ 16 على 4 الوورد مش احنا متفقين ان هو ادرس وبعدين ان هي اوب كود اوب كود 4 11 12 اه هنا مين كام؟ 8
والادرس 12 16 هنا صريحه. انا هنا عكس، انا كل مره بديك الورد وانت تطلع منها، انا هنا رحت مديلك العكس، ده انا مديلك صريحه انت كل هنا هتطبق البي سي. يعني ايه؟ يعني الادرس اللي هو كام؟ 16. اللي هو الكود كام؟ 8. حطهم، يبقى انا الورد عندي كلها كام؟ 24. حلو كده؟ 24 دي معناها كام بت؟ كام بايت؟ كم بايت؟ 3 بايت. 3 بايت، صح تمام كده؟ يبقى 3 بايت. اللي هاجي اقول لك الميموري سايز هيساوي كام؟ 3 في الادرس سبيس اللي هو 2 اس كام؟ 16. والله فاهم ولا مش معاهم؟